خلاصة الأمر حتى تفقه، أنت إذا أمسيت أمسي على نية صالحة، وإذا أصبحت أصبح على نية صالحة، فليكن الله في قلبك أجل من أن تتركه من أجل أحد، مع علمك بأمرين: الأول أن الله غني عنك وعن طاعتك، والأمر الآخر ينجم عنه أمران: الأول أنك تعلم أنك لن تطيعه إلا بفضله، ولن تحجم عن المعصية إلا بحوله، فهو الذي يعينك على أن تترك ما نهى عنه، ويعينك على أن تأتي ما أمرك به. إن العبد إذا أقبل على الله بحق فالله يعلم سريرته، ولا يحتاج ربنا مثل المخلوقين نبين لهم، نكشف، نحلف، نقسم، نصر، نأتي بأدلة، نأتي ببراهين. الله يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله يعلم من طوى عليه القلب، يعلم من طوت عليه السريرة، يعلم ما أضمره الفؤاد، فيخرج العبد. المهم حتى يرد كيد الشيطان، حتى يغلب، حتى تحفظ، حتى يختم لك بخير: إن أمسيت أمسي على نية صالحة، وإن أصبحت أصبح على نية صالحة، واجعل الله أجل وأعظم في قلبك من أن تخرج وأنت قد بيت معصيته. من يخرج؟ أعوذ بالله، وقد بيت أن يعصي الله، هل يأمن مثل هذا أن يميته الله على المعصية ويراه الخلق كلهم؟ قطعا لا يأمن. لكن ما الذي جعل هذا لا يقع في الناس إلا قليلا؟ حلم الله، لطفه، رحمته. وإلا لولا لطفه، لولا رحمته، لولا ستره، لولا عفوه، لولا مغفرته لهلك الخلق. والله يقول: لما ترك عليها من دابة، لكن لطفه وستره. ولهذا لما قرأ أحد الصالحين قول الله جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال: إن سألني ربي ما غرك بربك الكريم أقول: غرتني ستورك المرخاة، أي ستر الله على العبد يغره، وستر الله رحمة. لكن ينبغي للعبد أن يعلم أن الله قد يستر على العبد مرة مرتين، فإذا غلب على العبد الران وأصبح حب المعصية متأصل في قلبه يريدها، ويخرج، الله لا يكتبها لنا عليكم، يخرج من بيته وهو يعزم على أن يعصي الله، فمثل هذا عياذا بالله إلى الهلاك يقرب إلا ما تركه رحمة الله. أما من يخرج من بيته وقد أجل الله في قلبه، يخرج يقرأ الأذكار في الطريق، يسبح، يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، يكثر من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، في سيارته، في خطواته يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومثال ذلك من الهيات، من الأذكار التي يظهر فيها العبد ضعفه، عجزه، انكساره، حبه لله، خوفه من الله، طمعه في رحمته، أمله في فضله. كل ذلك به يحفظ الله العبد، فإن دنت الشهوة، غلب الفجور، أقبل الصاحب، تزينت المعصية، جاء فضل الله، جاء رحمته، جاءت مغفرته، جاء حوله، جاء ستره، فتداركت العبد ونجته مما هو فيه. وتأمل قول الله عن يونس، قال: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، ثم قال: لولا أن تداركه نعمة من ربه. فيونس لم ينجو بفضل نفسه،
لكن نجا بأن الله قال في حقه لولا أن تداركه نعمة من ربه. فالإنسان يخرج وهو يسأل الله أن تتداركه نعمة الله حتى لا يقع فيما حرمه الله، حتى لا يقع في الهلاك، لا يقع في الثبور. وهذا كله حول قول الله إن كيد الشيطان كان ضعيفاً.